طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم حضورنا الكرام، معكم أختكم المهندسة سارة البكر، عضوة في جمعية المهندسين الكويتية ومذيعة في تلفزيون دوت الكويت، واليوم راح أكون عريفة الحفل لهذا اليوم. هذا اليوم المشرق بأنوار كل نساء الكويت وخاصة المهندسات وضيوفهن. مؤتمر المرأة الكويتية والذي تنظمه جمعية المهندسين الكويتية برعاية من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والشؤون الأسرة والطفولة الشيخ راس سعود المالك الصباح. وشعار المؤتمر، مؤتمر يوم المرأة الكويتية، الكويت نحو الاستدامة، والذي يهدف إلى تعزيز وتمكين وتقوية المرأة الكويتية لتحقيق هدفها نحو الاستدامة التي تنشدها دولة الكويت الحبيبة. السيدات والسادة والضيوف الكرام، رحبوا معي بممثل راعي المؤتمر معالي وزير الشؤون الاجتماعية والشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح، الدكتور خالد العجمي وكيل قطاع التنمية في وزارة الشؤون الاجتماعية والشؤون الأسرة والطفولة، فليتفضل مشكورا لتلقي كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي أن ألقي هذه الكلمة ولا ألتزم بالبروتوكول الرسمي في مثل هذه المحافل، لأني أعتقد أن المرأة الكويتية لها الكثير من التقدير والاحترام، ومن المهم جدا أن تكون كلمتي موجهة بشكل مباشر إليكم. الأخ رئيس جمعية المهندسين، السادة الضيوف، السادة الحضور، يطيب لي أن ألقي هذه الكلمة بالإنابة عن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس الصباح، الذي أوكل لي هذه المهمة بأن أقدم لكم كل التقدير وكل الحب والعرفان لما تحمله هذه الجمعية من تقدير كبير على مستوى الدولة داخليا وخارجيا. ونحن في وزارة الشؤون لا نحتاج أن نتكلم أكثر عن هذه الجمعية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، لأن نحن نؤمن إيمانا كاملا بأن الجمعيات النفع العام وعلى رأسهم جمعية المهندسين الكويتية من أفضل الجمعيات التي تعمل وفق نظامها الأساسي بشكل صريح وشكل مميز. لذلك كما قال الشاعر إن الوضع دائما عندما يحتاج إلى تطلب أكثر يحتاج إلى فعالية أكثر. لذلك أنا دائما أردد مع نفسي وأقول إن دعم الجمعيات المتميزة لا يحتاج إلى أكثر من أن تقول في حقهم كلمة مناسبة وأن تقدم لهم دعما مناسبا وأن نكون عونا لهم. ونحن في وزارة الشؤون الاجتماعية دائما ما نؤمن إيمانا كاملا وراسخا بأن الشراكة المهمة مع الجمعيات النفع العام والجمعيات التي تقدم مثل هذه الأمور التخصصية واجبا أخلاقي وواجبا وطني. ولا أفضل من هذه المناسبة أن ألقي أمامك وهو مناسبة مهمة بالدرجة الأولى، وهو بمرور دعم المرأة بشكل عام. ونحن في الكويت نفتخر ونفاخر بأختنا المهندسة الكويتية على كافة الأرجاء وعلى كافة المناسبات وفي كافة المحافل، لأن إيماننا ينبعث من أخلاقنا وقيمنا بالدرجة الأولى. فالإسلام عزز المرأة بشكل واضح، ونحن في مجتمع كويتي أصيل يحب دائما أن يقدم كل العون. والمرأة بفضل الله عز وجل وخلال تخصصها في الهندسة أثبتت براعة وتميز كبير. لذلك أنا دائما أحب أن أكون واضح أكثر في الحديث عن المرأة. لذلك كل الدعم وكل الثناء وكل الشكر لأخواتي المهندسات الكويتيات وغير الكويتيات العاملين في جمعية المهندسين الكويتية، وأيضا إلى جميع النساء بلدي الذين أفتخر بهم ودائما أحمل في عنقي محبتهم واحترامهم وتقديرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير للدكتور خالد العجمي على تلقي هذه الكلمة الرائعة. والآن لنرحب بممثل راعي المؤتمر. كل الشكر للدكتورة، طبعاً دكتورة شروق الجاسر، نتمنى لك أن تصوين معنا عند الستيج. كنا نتمنى طبعاً فيصل دويح العتل أن يكون معنا اليوم، ولكن عنده ارتباط خارجي خارج الكويت، نتمنى أن يرجع بالسلامة
وتلقي هالكلمة طبعا دكتورة شروق الجاسر عضو مجلس الإدارة الجمعية المهندسين الكويتية. تفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممثل راعي المؤتمر معالي وزير الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح، وكيل قطاع التنمية في وزارة الشؤون والأسرة والطفولة الدكتور خالد العجمي، سعادة الدكتور خالد المهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، سعادة رئيسة برامج تنمية الطفولة المبكرة في مكتب اليونيسيف لدول الخليج السيدة تاتيانا كولين، ممثلة شريكنا الاستراتيجي مكتب الأمم المتحدة في دولة الكويت، سعادة سفيرة الاتحاد الأوروبي بدولة الكويت السيدة آن كوستانتين. الحضور الكرام، زملائي وزميلاتي، أرحب بكم في انطلاقة هذا المؤتمر وأنقل لكم بداية تحيات رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل دويح العتل، وتمنياته لكم بالتوفيق في هذا المؤتمر، حيث أنه لم يتمكن الحضور لارتباط مسبق خارج الكويت. وأود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالش الصباح على التفضل برعاية هذا المؤتمر، والشكر لأصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة باسم رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل دويح العتل وزملائي بمجلس الإدارة. أحيي المرأة الكويتية بهذه المناسبة وبمناسبة اقتراب احتفالنا بتتويج اكتمال نيل المرأة الكويتية لحقوقها السياسية بمنحها حق الانتخاب والترشح في 16 مايو من العام 2005. فتحية من القلب لكل نساء الكويت ورجالها الذين عملوا وأيدوا إقرار هذا القانون، كما أنني أجدد دعمنا المطلق للمرأة الكويتية وخاصة المهندسات لتعزيز دورهن في المجتمع ومختلف المواقع العمل. وأشير إلى أن جمعية المهندسين الكويتية تنظم هذه الاحتفالية سنوياً سعياً منها لتعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع، كما أنني أفتخر بقول أننا أول جمعية نفع عام في دولة الكويت قامت بإنشاء لجنة خاصة لخدمة المهندسات منذ العام 2005، وتوالت على رئاسة هذه اللجنة مجموعة من الزميلات التي قدمنا كل ما هو ممكن للارتقاء بدور المرأة الكويتية وتمكينها في عملها والمجتمع عموماً. اليوم عدد المهندسات في جمعية المهندسين الكويتية يضاهي بل ويتجاوز عدد المهندسين الرجال، حيث أن المهندسات أثبتن نجاحاً واسعاً في جميع المجالات ويعملن بجد وإخلاص لخدمة دولة الكويت. وأثبتت المرأة الكويتية تميزها في كل المناصب وكل المجالات، بدءا من المنصب الوزاري والعمل البرلماني ومرورا بالعمل الدبلوماسي وفي المنظمات العالمية وانتهاءا بقيادة الأسرة الكويتية. ولا يزال الأمل يحذونا بمزيد من التمكين في المجتمع بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه. السيدات والسادة، كلنا ثقة بأن المشاركين والمشاركات في هذا المؤتمر سيضعون خلاصة خبراتهم ومقترحاتهم لمزيد من التمكن لتحقيق شعار المؤتمر الكويت نحو الاستدامة. فنعمل معا لتحقيق الاستدامة وتمكين نصف المجتمع من إطلاق قدراته والاستفادة منها. فنحن نتطلع إلى استماع هذه المقترحات والتجارب لإطلاق توصيات نقدمها للمعنيين في الحكومة، ويمكننا من خلالها المساهمة بتعزيز دور المرأة الكويتية في الاستدامة والتنمية وتمكينها في المجتمع. ختاما أعتذر عن الإطالة وأتمنى للجميع التوفيق، وليحفظ الله بلدنا الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل أحمد الجابر صباح حفظ الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير للدكتورة شروق الجاسر عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية على هذه الكلمة المؤثرة. والآن لنرحب بممثلة شريكنا الاستراتيجي في هذا المؤتمر الأمم المتحدة ورئيسة برامج التنمية الطفولة المبكرة في مكتب اليونيسف لدول الخليج السيدة تاتيانا كولين لتلقي الكلمة في هذه المؤتمر، فلتتفضل. Please welcome. Ladies and gentlemen, esteemed delegates and participants,
As we gather here today for this pivotal Kuwaiti Women's Conference, we are not just discussing women's empowerment. We're also celebrating women as the foundation of our society's growth, prosperity, and future sustainability. Empowering women also goes beyond achieving equality. It's about building a stronger society. Women are the heart of every society, the heart of every family. They shape the next generation. As a UN staff working all over the world for over 35 years, I have witnessed firsthand how crucial the role of women is as leaders, as nurturers, as builders of our families and our communities. By assuring access to education, healthcare, and economic opportunities, we're not only transforming individual lives, but also paving the way for healthier and more resilient future generations. This is an investment in a brighter, more hopeful future for everyone. The role of empowered women in our society cannot be overstated. Strong, healthy, educated, loved, appreciated, empowered women bring about positive changes, push for justice, and build inclusive communities where everyone's contributions are valued. Women are the key to sustainable development. When women are empowered in the workforce, we see more innovations and we see stronger economic growth. Their active participation in all aspects of society is not only beneficial, it is essential for our collective success. Over the next 2 days, as we delve into discussions on women's role in our lives, we will be acknowledging the incredible impact women have on fostering stability, cohesion, peace, and growth in society. Our conference's theme, Kuwait Towards Sustainability, in its title alone, reflects the critical role women play in achieving sustainable development goals. When women have good jobs and fair economic opportunities, they become key drivers of growth, sparking new ideas and paving the way for new solutions to old issues enriching countries' economy. This builds a fairer, stronger, more inclusive and resilient society for everyone. At the same time, we need to remember that supporting women's well-being overall, their mental health especially, is crucial. Women's well-being and mental health influences the developmental trajectory of their children and all people around them. A supportive, healthy environment at home, led by well-supported women, mothers, grandmothers, aunties, lays the foundation for strong, self-aware, emotionally intelligent children and future generations. Taking care of women's mental health and well-being is our shared responsibility. It affects not only individual families, but our whole society. When women are happy and when women thrive, families and communities flourish, and the benefits ripple out to touch all aspects of everyone's lives. As we commit to this journey towards a fairer, more sustainable world, let's keep our resolve to invest in women and children as strong as ever. Supporting women is not only the right thing to do, it's the best strategy for building healthier, wealthier, happier, and more sustainable society. Thank you again, and wishing you all a fruitful and productive days ahead. Big thanks and appreciation to Mrs. Tatiana Collin for her great speech. والآن ندعو سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت السيدة آن كواستن لتلقي كلمتها. Please welcome. Dr. Khaled Al Ajmi, Undersecretary of the Ministry of Social Affairs, Excellencies, Ladies and Gentlemen, good morning.
I would like to thank Kuwait Society of Engineers for having us here today. Networks like yours are so important in helping women to get the opportunities and recognition that they deserve. Let me also extend my best wishes on the Kuwaiti Women's Day later this week. I am honored to celebrate together with you the advancement of Kuwaiti women in various fields. I am here today not just as the European Union ambassador, but also as a woman, just like many of you had to surpass challenges and learn to navigate in complex work environments while also balancing with the private life. I would like to start by sharing my own personal journey. I was appointed European Union ambassador, the first female EU ambassador to Kuwait in June 2023. And from the very first day, women's empowerment has been an important priority for me because I strongly believe in the contribution that we as women bring not only to the workplace, but also to the community and the nation as a whole. I am proud that the European Union aspires to be a forerunner in the area of gender equality and women's empowerment and the progress we have made. The EU has made significant strides in aligning its policies with the Sustainable Development Goals, particularly goal number 5, which emphasizes gender equality. The EU promotes gender equality internally and externally within Europe and beyond. This is a very important priority for us. To start with internal policies, in 1957, at the beginning of the European Union, there was only one reference in our founding documents regarding gender equality. Now, today, after a series of steps taken over the many years, we have robust policies and initiatives in place, and our work continues. For instance, at policy level, the EU adopted Gender Equality Strategy 2020-2025. It serves as our roadmap towards a more gender equal society, addressing inequalities across various sectors and promoting women's rights in every aspect of life. As one of the first achievements of the strategy, the European Commission adopted last year in May 2023 the Pay Transparency Directive, which ensures equal pay for equal work, a principle enshrined since as early as 1957. Let me give you another example of the internal EU policies, which means applicable in 27 EU member states, to advance gender equality. Only just a few days ago, on 7 May, the Council, our decision-making body, has given the green light to an EU directive to combat violence against women and domestic violence. This is an important milestone as it is the first comprehensive legal framework at the EU level aimed at addressing such violence. This law will guarantee that EU-wide the perpetrators of such acts will be strongly sanctioned and that victims will receive all the support they need. Regarding economic empowerment for women, a noteworthy advancement is the directive on gender balance in corporate boards of stock-listed companies, which was adopted in November 2022. Following no less than a decade of negotiations, this EU law seeks to shatter the glass ceiling in publicly listed companies by creating more opportunities for qualified women. By mid-2026, those companies need to have at least 40% female non-executive directors or at least 33% of women among executive and non-executive directors. Advancing women's empowerment and gender equality is shared interest with our partner countries and at the international level. Cooperation is a must in this regard. In the field of foreign policy, the European Union actively promotes women's empowerment through various strategies and initiatives. And let me give some key examples on how we advance women's empowerment globally. The EU has established comprehensive policy frameworks that prioritize gender equality. For instance, Gender Action Plan outlines specific concrete measures and objectives to empower women. The current iteration, GAP number 3, so Gender Action Plan number 3, focuses on ensuring that gender equality and women's empowerment are incorporated into all external action policies and programs.
Within the EU, we extend economic support and assistance to European Structural and Investment Funds program to assist women in need. These initiatives encompass a range of endeavors, from helping women to start new businesses to providing pathways for those seeking to escape violence. The EU's trade policies significantly contribute to women's empowerment. Its export sector supports 36 million jobs in Europe, 14 million of which are held by women, highlighting trade's potential to empower women. With Chile, efforts include the modernization of the EU-Chile Association Agreement in order to assess the impact on women in various economic roles and to incorporate provisions on trade and gender equality. Similarly, the European Union and Canada have implemented the recommendation on trade and gender under the Comprehensive Economic and Trade Agreement to enhance women's access to and benefits from the agreement. Turning to an example from the United Nations context, the EU actively implements the UN Security Council Resolution 1325 on women, peace and security, putting it at the center of the full spectrum of the EU common foreign and security policy. The implementation of this agenda represents an essential tool in ensuring that rights of women and girls are observed and upheld at all times. This agenda also confirms that meaningful and equal participation of women is secured in all institutions and processes of conflict prevention, peacemaking, peacebuilding, and post-conflict rehabilitation. Our civilian and military crisis management missions and operations support the implementation of women, peace, and security agenda in their respective interventions. Regarding EU decision-making bodies, as you have noticed, the EU has women in top positions of its institutions. The election of the first female president of the European Commission, Mrs. Ursula von der Leyen, in 2019, marked a significant milestone in the pursuit of gender equality and women empowerment within the Union, and we hope to see many more women in leadership positions in the future. And then, let me turn to the cooperation we have with Kuwaiti counterparts. Since the opening of the European Union delegation in 2019, we have collaborated closely with the Kuwaiti government and civil society to advance women's political, social and economic empowerment. Few of them we organized with the support of Dr. Lubna Al-Qazi. We have also enjoyed collaboration with Dr. Khalid Al-Mahdi from the Supreme Council for Planning and Development, and I'm very pleased to see both of them with us today. For instance, in 2021, we organized a training for female candidates running for the National Assembly elections. In 2022, we co-hosted a ceremony marking the fact that several leading Kuwaiti companies joined the UN Women's Empowerment Principles. We also organized in 2023 a familiarization trip to Brussels for a group of women leaders from various fields. In its framework, they exchanged best practices with European Union senior officials, academia, private sector, and civil society. And most recently, this year, we organized high-level mentoring workshops for Kuwaiti leading women, including from the economic and financial fields. It was led by Mrs. Hedvig Genoyens, Chair of European Women on Boards. These initiatives demonstrate our commitment to collaboration and underline the importance of exchanging views and collaborating with Kuwait to drive positive change for women's empowerment. I strongly believe that societies in which women take on leadership positions on equal footing are not only fairer societies, but also better, more successful societies with more talent, more potential, and more intergenerational equality. And finally, thanks also to networks like yours, we are making it happen. So let me wish you all the best for this conference and for our common mission. Thank you very much. Big thanks and appreciation to Mrs. Anne Kwastinen for that great speech. والآن نترككم الحضور الكرام مع فيلم قصير عن أهداف التنمية المستدامة
التي تم التوقيع عليها من قبل دولة الكويت. مشاهدة ممتعة. هل سمعت بأهداف التنمية المستدامة ومن أين جاءت وكيف يتم إنجازها؟ شهدت القمة الأممية التاريخية في سبتمبر 2015 اعتماد قادة العالم لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بهدف مواصلة المسير نحو الارتقاء بالإنسان وانتشال ملايين البشر من الفقر. وشاركت دولة الكويت بصياغة بعض الأهداف وساهمت بتنفيذها في مطلع عام 2016. ارتكزت أهداف التنمية المستدامة على 5 محاور هي الناس، الازدهار، الكوكب، السلام، الشراكة. كما استندت أهداف التنمية المستدامة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولقد حان الوقت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة مجتمعية ضمن رؤية سامية عنوانها كويت جديدة. المهمة ليست سهلة ولكنها ممكنة بتضافر الجهود. نتمنى الاستقرار والتنمية والاستدامة لكل دول العالم، ونأمل المزيد من الالتزام العالمي بهذه الأهداف. والآن ندعو الزميل أمين سر جمعية المهندسين الكويتية المهندس فهد رديني العتيبي وعضو مجلس الإدارة الدكتورة شروق الجاسر لتكريم ضيوفنا الكرام والراعي وممثليه والداعمين له. تفضلوا. والآن مع أول المكرمين، راعي المؤتمر معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح، وليتفضل ممثله الدكتور خالد العجمي وكيل قطاع التنمية في وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة لتلقي تكريم معاليه. نأمل أن يبقى معنا على المنصة الدكتور خالد العجمي لتكريمه على هذه المشاركة. والآن فليتفضل الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي. والتكريم الآن لممثلة الأمم المتحدة رئيسة برامج تنمية الطفولة المبكرة في مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية السيدة تاتيانا كولين. Please welcome on the stage. والآن مع المهندسة سميرة الكندري مدير عام الهيئة العامة للبيئة. مديرة إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون الأستاذة إيمان العنزي، نشكرها على جهودها في دعم تنظيم هذا المؤتمر وتمكين المرأة الكويتية. ممثل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي المهندس ركان العيبان. كل الشكر والتقدير لكم. وختاما قبل الانتقال إلى الجلسة الافتتاحية مع الدكتور خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، أدعو المنظمين والمتحدثين وضيوفنا الكرام إلى أخذ صورة جماعية. تفضلوا على الستيج.